كمان شاهد النهاردة مشاهدينا الكرام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحسين السلالات الثروة الحيوانية تحديدا بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة هيلثي ميلك. وقع على البروتوكول المهندس مصطفى صياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي، والدكتور محمد مصطفى لطفي العضو المنتدب لشركة هيلثي ميلك. خلونا نروح لهذا التقرير ونرجع مرة ثانية. السلالات الموجودة في مصر في رؤوس الماشية والأبقار اللي هي عالية الإنتاجية سواء من اللحوم أو من الألبان، طبعاً اللي هذا البرنامج بيبقى محتاج تكاتف وتعاون من القطاع الخاص والبنوك ودعم البنوك في شكل شروط وبرامج تمويل ميسرة. البرنامج ده هيبقى ثلاثي الأطراف ما بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة هيلثي. هذا البروتوكول محدد يعني أدوار ويعني اختصاصات لكل جهة من الجهات الثلاثة، طبعا بيقدم دعم كتير. الوزارة بتساعد في اختيار السلالات، بتشرف عليها، بتحدد النوعيات المستوردة، بتقدم برامج التحصين والرعاية البيطرية، بتقدم نصايح وتدريب برضو لصغار المزارعين على أسلوب التربية الجديدة. البنك الزراعي طبعا بنشكرهم على أنهم بيقدموا دعم تمويل ميسر بفايدة 5% وفترة سداد يعني تتناسب مع تدفقات المشروع ودعم صغار المربين والمزارعين، فأعتقد ده جهد كويس من البنك الزراعي المصري. طبعا الحاج مصطفى والشركة هم هيستوردوا الرؤوس برضو من خلال البنك، لكن هيبقى ميزة هذا المشروع ان احنا بنربط المزارع او المربي الصغير بالدعم اللي بنقدمه له، هو برضو هيقدم له دعم بيطري، هو هيقدم له تدريب، هو هيتواجد معاه لا قدر الله اي راس ماشيه تعرضت لاي اصابه او امراض هيبدا يعني يستردها تاني ويعيد علاجها تاني ويرجعها لصاحبها تاني. ايضا هذا البرنامج بيتضمن تدعيم لملف التامين على الماشيه، لان من المزارع او المربي الصغير ان يكون يحتفظ براسه وبالتالي تتعرض لاصابه لابد ان يكون هناك تامين عليها، سواء تامين من خلال صندوق التأمين على الماشية أو من خلال برامج التأمين الأخرى، بحيث إن إحنا بنحافظ على ثروة المربي والمزارع الصغير إن هو لا قدر الله حصل حاجة نقدر نعوضه ونجيب له راس تانية. فنأمل إن شاء الله إن إحنا نبدأ بخلال هذه الفترة المتبقية من العام إن إحنا نعمل دورتين حوالي 2000 راس إن شاء الله، ونوزعهم على عدد من المزارعين أو المربين بالأماكن المجاورة للمشروع. المشروع دوت بيدي قيمة مضافة للإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية من خلال التعاون ما بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة والقطاع الخاص المتمثل في شركة هيلثي، وإن شاء الله دي تجربة هنبتديها مع بعض، وأعتقد إن إحنا كلنا مصرين على النجاح، لأن وفقا وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالرؤوس الماشية وتحسين السلالات، فأعتقد ده النموذج المثالي اللي ممكن نبتدي بيه انطلاقة جديدة. عارفين احنا بنمول مين، في قيمة مضافة للمزارع البسيط اللي احنا بنتعامل معاه، وان شاء الله يكون لينا نجاح سباق في ان احنا نقدر ننمي الثروة الحيوانية وفقا وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية من خلال رؤوس بتدي انتاجية عالية من الألبان، بتدي انتاجية عالية من معدلات التحويل. مشروع تقدمنا ليهم بصراحة ان احنا نعمل مشروع متكامل في مصنع، في تربية مواشي،
ففكرنا ان احنا نعمل نخلي الفلاح او المزارع هو اللي يربي واحنا ننتج عشان عدم الاستغلال، واحنا هنشرف عليه بطري، هنشرف عليه في التلقيح الصناعي، هنعمل له على المواشي كأنها ملك واحد مش ملك المجموعة، يعني المجموعة كلها بتبقى لها أو فكر واحد. الحقيقة مجهود كبير تقوم به وزارة الزراعة ويقوم به السيد القصير وزير الزراعة فيما يتعلق بملف الماشية ورؤوس الماشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ولتوجيهات رئيس الجمهورية. الحقيقة مجهود رائع وخطوات على الطريق الصحيح، بيحاول دائما أن يلبي طموحات الشعب المصري وطموحات المواطن المصري. احنا شفنا في اكثر من مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه السيد القصير وزير الزراعة بالاهتمام بملف الماشية ورؤوس الماشية والاهتمام ايضا بالثروة الحيوانية على كافة المستويات. والحقيقة يعني بما لا يدع للشك واحنا بنقولها وبدون ادنى مبالغة، وزير الزراعة السيد القصير بيبذل قصارى جهده من اجل تحقيق هذا الحلم ومن اجل تحقيق طموحات الشعب المصري وطموحات المواطن المصري بما يليق مع هذا المواطن الذي هو هدف المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة على كافة المستويات.